السلام عليكم. النهارده ان شاء الله دكاتره هنتكلم عن انكل فوت اورثوزس، اخر محاضره في الاورثوزس اند اورثوتكس. انكل فوت اورثوزس هنلاقيه كتير، هنستخدمه كتير في شغلنا. في منه ثلاث انواع، يا بلاستيك يا ميتال يا هايبرد. هايبرد يعني يبقى في جزء منها ميتال وجزء بلاستيك. في برضو اكوردنج للفلكسبيليتي في ثلاث حاجات، يا بلاستيك او فلكسبل يا سيمي ريجيد يا ريجيد او اللي هو الهارد. كل واحد ليه استخداماته يعني. اوكي، البلاستيك افو ده ممكن يبقى البيشنت بيروح يشتريه، يا اما ان هو بيبقى جاهز او ان هو بيبقى كاستم مولدد. كاستم مولدد يعني معناه ان هو بيتفصل عليه اكوردنج للبروبلمز بتاعته، لان مش كل عيان زي التاني. اكوردنج مثلا للبريشرايزد اريا او الهاي بريشر اريا اللي موجوده مثلا على الفوت او على الانكل، بتتقاس مثلا بالكمبيوتر ديفايس، من الكمبيوتر تبع حاجات سوفت وير، بيبقى في حاجه اسمها بلانتر بريشر ميجرمنت. في طبعا فبتلاقي مثلا ايه، لا اما حاجه جاهزه لا اما تبقى كاستم مودد على البيشنت باستخدام الكاستنج طبعا. اوكي تمام. هو عباره عن ان هو بقى فيه كاف اريا وفي فيلكرو انتيرو فيلكرو ستراب علشان يقفل، يقفل على الانكل كويس، بيقفل بيتربط كده من قدام من عند التيبيا. اوكي، وبيساعد طبعا في ان هو بيأسس الدورسي فليكشن وبيليمت بلانتر فليكشن. يعني في صور كتير هنشوفها دلوقتي علشان نبقى مستوعبين الافه. The design of the trim lines and the design of the foot blade will help to determine the structural support and rigidity of the device. يعني مكان الخط اللي هو بيقطع فيه، اللي هو الأورثوتست اللي هو بيفصل الأورثوزس، المكان اللي بيقطع فيه من عند الهيل او من عند الفوت من تحت او whatever، بيقطع منين؟ بيقطع اللي هو الجزء بتاع الأورثوزس ده، بيتحكم لي في الاستابيليتي اكوردنج للايه، للديزاينز المختلفه اللي احنا هنشوفها. اكوردنج انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز مثلا اعزز او اسبورت الكورونال استابيليتي. الكورونال استابيليتي اللي هي سب تايلر موشن، اللي هو الموشن اللي هو ايفرجن سب تايلر موفمنت، اللي هو الايفرجن اند انفرجن. لا انا والله عايز اسبورت الساجيتال انستابيليتي، ساجيتال انستابيليتي ان دايركشن اوف دورسي فليكشن بلانتر فليكشن. فبالتالي الأورثوزس أو الأورثوتست هيقطع بطريقة معينة، بطريقة معينة بحيث إن هو يثبت لي، يزود لي الاستابيليتي دي. تمام؟ ده مثلا خاص بالإيه؟ بالأكيلس تندون إنجري. لو أنا عندي إنجري، طبعا الصورة واضحة أهيت، أكيلس تندون آفو ده كاستم فابريكيتد، بيبقى بلاستيك زي ما اتفقنا. يبقى في ديسك، بيبقى في هنا ديسك طبعا، وفي ما بين التشيل وما بين الانكل او الفوت بيس، عشان في ديسك بحيث ان هو يسمح لي بموفمنت ان دايركشن اوف بلانتر فليكشن، بس ما يسمحليش بدورسي فليكشن. يعني انتوا لما تشوفوا الانتيرو شيل ديت، دي اسمها انتيرو شيل اللي هي التيبيال بارت كده، من المنظر ده هي كده بتتلبس، تبقى دي انتيرلي. فلما يجي يحصل دورسي فليكشن يليمت الشفه او الابر بوردر بتاع الانكل بيس، بتخبط فين؟ بتخبط في التيبيال تشيل دي او الانتيرو تشيل، فيمنعني ستريتش على الاكيلس تندون، يمنعني دورسي فليكشن، فبالتالي يمنعني ايه؟ ستريتش على الاكيلس تندون. تمام؟ ده انا ببقى عايزه في الاكيوت تندروباثي او اكيوت تندروباثي او تير، سواء كان بارشال تير او فول تير، وعايز والبيشنت ده عايزه ان انا يمشي حاجه بسيطه، يحمل عليه حاجه بسيطه. فانا عشان امنع فيردر ستريتش على الاكيلس تندون ان هو بالدورسي فليكشن، فبنستخدم له الاكيلس تندون افو دوت. زي ما قلنا اكيلس تندون انجري، والكونتر انديكيشن ني انستابيليتي. ني انستابيليتي ميكانيكالي الاورثوزس ده هياثر على الايه؟ على الني. فلو انا عندي على الني ليجمنتس، فلو انا عندي مثلا في انستابيليتي في الميديال اللاترال كولاترال ليجمنت او جينو كاربيتم، لا ما ينفعلوش الكلام ده.
والحاجه الثانيه الديس ادفانتج ده ما يبقاش كونترا انديكيشن، يعتبر ديس ادفانتج ان هو البيشنت يبقى ان هو بيبقى متضايق من منظره يعني كوزموتيكال. اوكي، النوع الظريف جدا بقى اللي هم يعني عملوه اللي هو كربون فايبر افو، كربون الكربون فايبر دوت ده ميزته ان هو ديورابل جدا وفي نفس الوقت فليكسبل. اوكي، يبقى هو متصنع من الكربون، بيحط الفود في دورسيفليكشن during swing phase و provide mild anterior support during stance. خلاص، ففي حاجه اسمها الفلكسبيليتي بتاعته بتسمح بان هو بيعمل دورسيفليكشن وبوش اوف during الايه terminal stance في الجيت سايكل، فتحس ان هو ايه دايناميك شويه. ميزته ايه؟ ان هو لايت في الويت دايناميك، وممكن مثلا يتلبس اندر شوز يعني تلبس الشوز فوق منه زي ما انتم شايفين منظره فليكس رقيق جدا يعني. انديكيشنز فوت دروب، وطبعا لو البيشنت مش عايز الموضوع البلاستيك بريسز دوت، البارشال فوت امبيوتي والام اس او مالتيبل سكليروزس ده حاله شهيره جدا نيورولوجي هتاخدوها ان شاء الله في نيورولوجي سنه 5. كونتر انديكيشن انكل كورونا بلين انستابيليتي اللي هو في الميديو لاترال انستابيليتي هو انفيرجن وايفيرجن وبور ني سترينث. في نوع تاني اللي هو بوستيرو ليف سبرينج، هنشوف صوته دلوقتي. It most flexible plastic AFO with a very thin plastic band behind the ankle, allowing the patient to overpower the brace during the push-off or plantar flexion phase, and yet allowing dorsiflexion position of the foot during swing phase. This design is typically used for flaccid drop foot. اللي هي مش يعني drop foot شديدة مش mild، لا flaccid. ده صورته اهوت، light جدا in weight. و الدول اللي احنا ده موست كومن بنشوف كتير جدا نوصفه العيارين الانكل اللي هم عندهم كومن برولين نيرف انجري معاها فلاسيد دروب فوت، طبعا لو درجته شديده يعني. انديكيشنز بتاعته ويك اند تيبيالس انتيريور، لو جريد 3 اباف 5 مانوال ماسل تيستنج اوصفه العيان دوت، او الفوت دروب طبعا الفلاسيد. Contraindication ankle instability in chron plane أو knee instability general carpetum، لأن ميكانيكالي هو أثناء الجيت سايكل أثناء الجيت سايكل أساسي mainly في الهيل سترايك والميد ستانس، تمام، بيزق لي الني في general carpetum، تمام. يبقى انا عندي لو انا عيان كنت لو انا عنده عيان عنده جينو كارفيتم يبقى كنت انديكيت ليه البريز ده او الرصوص ده، تمام. بعد كده كنت انديكيشن بلانتر فليكشن كونتراكشن، بلانتر فليكشن كونتراكشن تاني حاجة سيمي ريجيد. احنا قلنا بلاستيك وسيمي ريجيد وهارد او ريجيد. سيمي ريجيد بلاستيك افو ده بيبقى انشف شوية الماتريال بتاعته. التريمينج لاين اللي هو المكان اللي بيقطع منه بيبقى جاست بيهايند بوث ماليولاي، ده بيزود سبورت في الدورسيفليكشن وفي الميديو لاترال ستابيلتي يعني في الانفيرجن والانفيرجن، تمام. وكمان الماتيريال بتاعته انها سيمي ريجيد شويه، فايه يعمل لي ايه بقى الدنيا ستيبل اكتر على مستوى الانكل والسبتيلر جوينت. ماتش ليس موشن از الاود وذ ذس بريز ديزاين اند ذا بيشنت كانوت ايزلي بروبيل ديورينج بوش اوف، يعني التيرمينال ستانس هنا اهوت البلانتر فليكشن هتبقى ليميتد عن البلاستيك لان هو ريجيد سيمي ريجيد، تمام. طبعا لما هنيجي للريجيد هيبقى مفيش خالص، ما هيبقاش فيه بلانتر فليكشن. This design is most commonly used for patients with drop foot برضو. ده منظره هو طبعا تحس ان هو زي اللي فات بس ايه الانشف شويه.
وهنا هنا الشركه دي زادت شويه عند الميديال ولاترال لاي جاست بيهايند الميديال ولاترال لاي عشان تزود لي الاستابيليتي بتاعت الكورونا الاستابيليتي اللي هي ميديال ولاترال اند والدورسي فليكشن طبعا، وده البيركل ستراب اللي هو بيربط بيه انتيريور. ريجيد او سوليد بقى بلاستيك اف يوست في البيشنت هاف هايست ليفل اوف سباستيستي اور تون. سباستيستي ده عيانين هيمبليجيا بقى نشوفها كتير لما تطلعوا نيورولوجي ان شاء الله تدرسوها، هنلاقي سباستيستي عنيفه جدا، فبيحتاج ريجيد مش هينفع معاه السوليد، مش هينفع معاه قصدي البلاستيك ولا السيمي ريجيد. تمام، في تون عالي جدا، السباستيستي هي معناها تون عالي، هايبر تونيسيتي في المصل، في المصل ما تقدرش تتحكم فيها يعني. ده منظره طبعا بلاستيك اهو شديد في الماتيريال بتاعته. في نوع تاني اسمه فلو رياكشن انكل فود اور سورس او جراوند رياكشن افو، ده بيبقى من البلاستيك، بيبقى ناشف هارد. ايه فكرته؟ قريب في الشبه من بتاع الاكيلس تندو اللي هو اول افو شفناه، بس هنا بقى ايه مفيش ديسك عند الانكل بيس بيسمح لي بدوس بلانتر فليكشن، لا مفيش الكلام ده. ده بستخدمه ايه؟ انا دلوقتي بستخدمه لما يكون انا عايز ازود الاكستنشن، اجيب الاكستنشن فول اكستنشن اوف ذا نين، اجيب اللوكينج اوف ذا نين، فاثر عليه ميكانيكالي ديستالي، ميكانيكالي ديستالي. انتوا ده لما يتلبس انتيريوري كده اهوت، لما الانتيريور تشيل ديت تبقى اجينست التيبيا وديورنج الهيل سترايك، في الهيل سترايك وميد ستانس في الجيت سايكل، فيحصل ان الانتيريور تشيل دي تضغط على التيبيا بوستيريولي، تضغط عليها بوستيريولي فيعمل لي لوكينج في النين. تمام، يبقى ده الديزاين ده البروكسيمال انتيريور بري تيبيال تشيل improve stability to the knee during stance phase of the gait. بلس طبعا الدورسيفليكشن في السوينج فيز، يعني ممكن استخدمه برضه للايه؟ لحالات الدروب فوت. تمام؟ يبقى في حالات في الدروب فوت هيخدمني في السوينج فيز، لان هي مشكله الدروب فوت ايه؟ ان هو بيحصل البيشنت مش بيقدر يعمل دورسيفليكشن في هيل سترايك او الايشيال كونتاكت. تمام؟ فبتجر في الارض منه، تزحف في الارض، فالسبلنت ده يرفعها على الخصوص زي الفار. يجي بقى العيان يعمل ميد ستانس او هيل سترايك وميد ستانس، بتروح يحصل اكستنشن فول اكستنشن في النيه، وده احنا عايزينه طبعا في الجيت سايكل. تمام؟ انديكيشنز يعني انستابيليتي ساجيتال برين زي ما اتفقنا، انا عايزه اصلا هو البريس دوت مثله ان هو بيعمل لي لوكينج اوف ذا نيه، فلما يعمل لي لوكينج اوف ذا نين فكده في ماكسيمم ستابيلتي اوف ذا نين. تمام، طبعا انا اصلا اوريدي بستخدمه للفوت دروب كراوتش جيت فليكسور باترن. الكراوتش جيت ده برضه هنشوفه في البيدياتريك في عيانين اللي هم السي بي سباينا بيفيدا بيشنس، ده برضه في البيدياتريك ده بيبقى مال ديفورميشن، مال فورميشن اوف ذا فيرتبرا كولوم، وبيبقى فيه فلاسد دروب فوت، فساعتها ايه بستخدم معاها ايه البريز دوت. برضه كونترا انديكيشنز طبعا جيرو ريكاربيتوم، لان هو اصلا اوريدي بيعمل جيرو ريكاربيتوم، والعيان طبعا بيبقى اللي هو مش مرتاح كوزمتيكالي، فما يبقاش اسمها كونترا انديكيشن، هنا بقى يبقى ديس ادفانتج. تمام، ده برضه نوع تاني من الافو دبل ابرايت ادجستبل جوينت، ده زي ما انتم شايفين الفريم ده هو ده كده بيسمح لي بموفمنت دورسي وبلانتر فليكشن، هو كاستم فابريكيتد افو وذ ادجستبل انكل جوينتس ميتال مي بي انكوربريتد انتو لامينيتد تشيلز اور ليفت اي ميتال زي ما هو كده. Allows orthotists to adjust range of motion at ankle. May provide coronal plane support depending on the design. Indications برضو foot drop, poor knee control in sagittal plane, ankle varus and valgus, foot drop with uncontrolled edema. Contraindications عندي patients concerned with bulk and weight، برضو نفس المشكلة لو هو مش عايز حجم كبير والوزن بتاعه طبعا تقيل زي ما انتم شايفين في متر اصلا.
طبعا ما ينفعش تلبس عليه شو وير. كام ووكر او ووكينج بوت، طبعا بدانا ننزل كده اهو، ده فوت اورثوزس. ده بيليمت السب تيلر موشن اثناء الجيت سايكل. انديكيشنز ده في حالات الاوبن فراكشر بقى، اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن، بوستيريور تندروباثي بس ده بيبقى تمبوري مش بيبقى بيرمننت، انكل سبرين، اكيوت انكل سبرين، ومايلد تيبيال اند فيبولار فراكشرز. يعني هو ممكن الاورثوبيدست اصلا بدل ما يعمل له كاستنج يعمل كاست للبيشنت دوت، ممكن يتعمل له الايه الاورثوز ده اللي هو الكام ووكر افر، بس في حالات المايلد تيبيال اند فيبولار فراكشرز او فيشر فراكشر. النوع اللي بعد كده اريزونا افو، ده طبعا ميزته ان هو ويل كاشند بالنسبه للبيشنت، جميل جدا، ليذر اند بلاستيك، بروفايدنج سوفت انترفيس وذ بيشنتس ليج، بروفايد جود تراي بلانر سبورت تو ميد اند رير فوت. ميد اند رير فوت يعني بيثبت بيسبورت كويس اجينست السب تيلر موشن والفوت موشن والانكل، طبعا بالاضافه للانكل جوينت. الانديكيشنز بتاعته انكل اوستيوارثرايتس عشان طبعا الجراوند اكشن فورس ما يبقاش تبقى فيري لو بالنسبه للافو دوت، لان هو كاشن كويس فبيعمل لي تشوك ابزوربشن ديورنج الجيت ديورنج جيت، فانا بستخدمه في الانكل اوستيوارثرايتس وبوستيو تندون ديسفانكشن، انكل انستابيليتي، بيس بلينس، انكل فيرس. كونتر انديكيشنز ساجيتال بلين انستابيليتي ات ذا ني اور انكل. ساجيتال بلين اللي هو ان دايركشن اوف فليكشن اكستنشن، ده بالنسبه للني، وان دايركشن اوف دورسي اند بلانتر فليكشن اوف ذا انكل. نوع تاني اسمه داركو شو. داركو شو ده اوف ذا شيلف هيلينج شو. ديفرنت ستايلز، في منه 4 فوت بس انا قصدي 4 فوت ريليف هيل ريليف، يعني مثلا عيان ميتاتارسالجيا او عيان السر مثلا محترمه او هيل بريشر سور، فبستخدم له الايه الدارك وشو ده. تمام، ده تمبوري طبعا بستخدمه تمبوري، او زي ما قلنا انديكيشنز هيلينج السرز، هيلينج انسيجن، في انسيجن لسه فتح فيلبس البوت ده عادي، بوست ديبرايدمنت لو انا عملت ديبرايدمنت او النورس عمل بعد ما تعمل ديبرايدمنت للجرح بتنضفه فممكن يتلبس عادي. كونترا انديكيشن لونج ستاندنج السر، ما ينفعش نستخدمه الالسرز اللي هي تاخد فتره طويله بالذات في عيانين الدايبيتك الدايبيتك فوت. كراو بوت ده كاستم فابريكيتد باي فالف اف لاين وذ بريشر سنسيتيف بادنج اند انكوربريتس روكر بوتوم سول، ده متبطل من جوه كويس قوي، helps to stabilize ankle foot complex throughout the gait cycle therefore preventing unwanted movement. فانا ما اقلقش ان هو يحصل twisting movement او يحصل ankle sprain instability في الميديو لاترال plane unwanted movement during active charcot ankle. It is designed to distribute and relieve weight bearing forces when ulcer is present. ده الانديكيشنز شاركوت فوت ودايبيتيك ألسر. بريشر ريليفنج ده اخر حاجه بقى، بريشر ريليفنج افو ده استخدمه مينلي في ال زي ما انتم شايفين منظره كده ان هو بيمنع لي البيت سورس او الهيل بيت سورس يعني. اوف ذا تشيلف سوفت بوستيريور سبلين تو هيلب ريليف بريشر فروم بيشنتس هيل جود وايل بيشنت از ان بيد to relieve heel ulcers. تمام، دي الانديكيشنز اهي اللي هو هيل ألسر وايه وتشانس اوف بلانتر فليكشن كونتراكشن فورميشن، يعني انا حاسس انه هيحصل بلانتر فليكشن كونتراكشن فامنعه بالايه بالسبلنت ده او بالاورثوزس ده بالاف ده. تمام.